في الفقرة الحوارية الثالثة دي معانا فيها واحد من حراس المرمى الكبار في تاريخ الكرة المصرية، مش في النادي الأهلي بس، ويمكن كان ليه بصمته مع النادي الأهلي تحديدا كحارس مرمى متميز، ليه بصمته الكبيرة كمان بعد ما اعتزل كمدرب لحراس المرمى في عدد من الأندية زي مصر المقاصة وإنبي. النهاردة معانا في البيت الكبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق كابتن مصطفى كمال اللي برحب بيه في بيته. ربنا يخليك يا سام، ربنا يخليك. انا اللي برحب بيك والكابتن هاني طبعا، وسعيد ان انا معاكم النهارده. اهلا بيك يا كابتن مصطفى. كابتن مصطفى طبعا، وزي ما بنقول هيبقى حوار طويل. اولا كذا محور هنتكلم، اكيد على محور محمد الشناوي وانت شايفه ازاي، نتكلم كمان على ذكرياتك مع النادي الاهلي فتره طويله كنت يعني، وانت كمان كاريرك التدريبي ما شاء الله كمان بتثبت ان عندنا مدرب حراس واعد على المستوى المحلي، وان شاء الله يكون على المستوى الدولي. خلينا نفتح كل دي المحاور، لكن قبل ما نتكلم مع حضرتك في كل دوت، معانا تقرير عن الحارس الكبير هيكون معانا النهارده، نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مع مصطفى كمال. هو واحد من ناشئي النادي الأهلي وأحد حراس المرمى الذين أثبتوا جدارتهم خلال مشوارهم مع القلعة الحمراء، مصطفى كمال. خاض اختبارات الناشئين بالنادي الأهلي وعمره لا يتعدى 8 سنوات، وبعد اجتيازه الاختبارات بدأ رحلته مع كرة القدم في قطاع الناشئين، وتدرج حتى وصل عامه 16. تم تصعيده للفريق الأول وهو في هذه السن الصغيرة، في ظل وجود 3 من عمالقة حراسة المرمى في النادي الأهلي وقتها، هم الراحل ثابت البطل وأحمد شوبير وإيهاب جلال. ظل مصطفى كمال يدافع عن قميص النادي الأهلي 17 عاما، وأحرز خلالها حوالي 14 بطولة متنوعة، كما خاض مع الأهلي 27 مباراة بداية من موسم 1993 وحتى نهاية موسم 2000 الذي رحل بعد نهايته عن القلعة الحمراء، لينضم للقناة لموسمين من عام 2000 وحتى عام 2002، ويحقق معه المركز 5 بالدوري، كما قاد الفريق في مباراة الدور قبل النهائي ببطولة كأس مصر أمام الأهلي عام 2001، لكن القناة وقتها ودع البطولة أمام المارد الأحمر. كما لعب مصطفى كمال لنادي جولدي لموسم واحد، ثم انتقل لصفوف إنبي مدة 5 مواسم كاملة، ثم إلى نادي بترول أسيوط، وانتقل للإنتاج الحربي لموسم واحد، وأخيرا انضم لفريق مصر للمقصة الذي وجد فيه راحته واستقراره لمدة 5 مواسم بداية من عام 2010 وحتى عام 2015. بعدها أعلن مصطفى كمال اعتزاله ممارسة كرة القدم وعمره 43 عاما، حيث شارك في مسابقة الدوري الممتاز في 156 مباراة مع جميع الأندية التي انضم إليها، وتألق خلالها بكل جدية وإصرار، معلنا أنه كان جديرا بحراسة عارين مرماها. عقب اعتزاله عمل مصطفى كمال في إدارة شؤون اللاعبين بفريق مصر المقصة قبل أن يتجه لمجال التدريب، ليعمل مدربا للحراس تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال. ويعتبر مصطفى كمال أن الفترة التي قضاها حارسا لعارين مرمى النادي الأهلي هي من أفضل فترات حياته الكروية، ولن ينساها أبدا، ويكفي أنها محفورة في تاريخه الكروي. كرة حلوة وبرافو مصطفى، برافو مصطفى كمال، فرصة كبيرة أوي. إنه مصطفى كمال حارس مرمى الأهلي السابق. كرة حلوة وبرافو مصطفى، برافو مصطفى كمال، فرصة كبيرة أوي. كابتن مصطفى كمال، رحلة طويلة جدا في عالم حراسة المرمى في النادي الأهلي ومنتخب مصر، وأنا هسيبك تختار. نبدأ مع مصطفى كمال حارس المرمى المناضل في زمن الكبار،
اللاعب او في حراسة المرمى، ولا نبدا برضو مع مصطفى كمال حارس المرمى المخضرم في زمن الكبار الخبير؟ نبدا مع ان هنسيبك النهارده، سيبه النهارده يختار. لا حضرتك شايفاه، لا حضرتك تبدا بايه؟ لا طبعا معاك البدايه. هو طبعا يعني احب طبعا ابتدي طبعا بالفتره اللي انا طبعا لعبتها في النادي الاهلي. يمكن انا ابن النادي الاهلي، يمكن ابتديت في النادي الاهلي وانا عندي 8 9 سنوات من ابناء النادي الاهلي، مدرسه الكوره. قعدت حوالي 17 سنه في النادي الاهلي، يعني انا سبت النادي الاهلي سنه 2000، ويمكن النادي الاهلي ليه فضل علينا كبير جدا، وتعلمنا في النادي الاهلي ازاي ان احنا يبقى عندنا انتماء، وازاي ان احنا يبقى عندنا ازاي ننتمي لاي فرقه بنلعب لها، وازاي يبقى عندنا امانه في شغلنا. ويمكن انا تحضرني قصه، يمكن كابتن هاني كان مدربي في ام بي. فاحنا كنا بنلعب في بطوله عربيه في الاردن، وكانت الجاليه المصريه جايه تشجع نادي ام بي طبعا، فقالوا لنا احنا جايين عشان خاطر كابتن هاني لعيب نادي الاهلي، وكان كابتن علاء عبد الصادق مدير الكوره، وعشانك والناس اللي بتاع. فدي حاجه جميله تبين طبعا قيمه النادي الاهلي حتى في الوطن العربي كله، اللي هو يعني في اي مكان بنروحه طبعا احنا بنعتز بان احنا كنا بننتمي للنادي الاهلي ولعبنا في النادي الاهلي ومثلناه. والحمد لله يمكن انا تدرجت في فرق الناشئين لغايه لما يمكن انا صعدت الدرجه الاولى وانا عمري 16 سنه. فتره قوي صغيره قوي. حتى عشان كده الناس كانت بتقول ان مصطفى قعد فتره كبيره ما لعبش، لان انا كنت صاعد يعني صغير في السن. وبرغم من هذا يمكن اول مباراه ليا رسميه كان في الدوري، كان في حوالي 23 سبتمبر سنه 93، كان عندي 19 سنه. يعني كابتن شوبير كان مباراه القناه لعب هو وانا نزلت مكانه، ودي كانت اول مباراه رسميه حتى التاريخ انا حافظه، لان ده تاريخ مهم جدا ان هي اول بدايه طبعا مع النادي الاهلي. تاريخ كبير يا مصطفى طبعا، وزي ما انت بتقول النادي الاهلي دايما بيضيف لاي لاعب لعب فيه او حتى اشتغل في النادي الاهلي. وهاخد من كلامك ونخش على، انت اكيد استفدت من خبراتك كحارس مرمى في النادي الاهلي وبعض الانديه الاخرى، استفدت فيها بمجال التدريب ودخلت بشكل جيد جدا. ويعني انا بقول والناس لازم تسمع، يعني مصطفى من المدربين الواعدين جدا جدا في حراسة المرمى، عنده فكر معين. وانا اتكلمت معاه يمكن تفتكر ايام كنت ماسك اول سنه مع كابتن ايهاب جلال في المقاصه، كان عندنا معسكر في الاسماعيليه، وقلت لي واتكلمنا بدانا نتناقش، انت بتدرس كويس قوي وعندك فكر كويس قوي، فعايز اخد من دوت وتقول لي على مستوى الشناوي. محمد الشناوي بيعمل موسم اكتر من رائع، فرؤيتك الفنيه ليه محمد الشناوي السيزون؟ هو طبعا تاكيد لكلام حضرتك طبعا، يمكن انا عشرت في النادي الاهلي طبعا مدربين كبار طبعا اتعلمنا منهم، بدايه من كابتن حازم كرم الله يرحمه، قبليه كابتن عبد الجليل حميده الله يرحمه، كابتن عصام حافظ، كابتن اكرامي، ومن الناس اللي ليها فضل عليا طبعا كابتن ابراهيم رياض. اسماء كبيره طبعا في مجال التدريب. تضيف على كده حضرتك ان انا يمكن لعبت مع الكابتن ثابت البطل طبعا الله يرحمه، كابتن احمد شوبير، كابتن ايهاب جلال. يعني انا لعبت مع حراس مرمى عظام طبعا، تعلمت منهم طبعا، وكنت دايما بشوفهم، ودي كانت الميزه فيهم ان هم كانوا دايما ياخدوا بايدينا، ودي الحاجه الجميله في النادي الاهلي ان اي لاعب صغير او اي لاعب جديد بيدخل النادي الاهلي بحس ان هو بيته، بحس ان هو غريب خالص عن النادي، ودي الحمد لله متوارثه جيل بعد جيل، ودي اللي بتخلي اي لاعب لما يجي يلعب في النادي الاهلي بحس باريحيه ويقدر يدي اللي عنده كل اللي عنده. طبعا زي ما بقول لحضرتك ده اضاف لي كتير جدا، زائد حضرتك زي ما حضرتك قلت احنا النهارده عندنا خامات كويسه جدا في حراسه المرمى في مصر، لكن انا بقول ان احنا كمدربين لازم نشتغل على نفسنا، لازم نطور من نفسنا، لازم نقرا نطلع، لازم عندنا فكر، ما نقللش من نفسنا، احنا عندنا افكار كتير جدا كويسه. وده اللي احنا لازم، يمكن حضرتك شايف وانا ببسط جدا في الفتره اللي هي اللي احنا فيها، ان بقى في عنصر الشباب بقى كتير جدا في التدريب في مصر، وده يمكن اضاف طبعا احترامنا طبعا لكباتننا الكبار اللي متعلمنا منهم واللي بتعلم منهم، لكن ده برضو اسرى الحياه الرياضيه في مصر. طبعا الشناوي يمكن انا مرنته في، انا مسكت طبعا النادي الاهلي مع كارتيرون حوالي سنه ونص، ومرنته طبعا هو وكان شريف وكان علي لطفي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه، يمكن كمان يعني حمزه كان بيطلع يتمرن معاك. يمكن الخريطه دي الخريطه دي يمكن يعني الحمد لله عليك. يمكن الخريطه دي احنا كان كابتن محمد يوسف موجود، ويمكن كان الحمد لله الواحد يعني كان عنده رؤيه وقالها للكابتن محمد يوسف ومستر كارتيرون في الفتره دي. احنا صعدنا، يمكن مصطفى طلع معايا حتى معسكر في كرواتيا، معسكر الاعداد، وهو واعد وراح منتخب اولمبي واشتغل في فرقه 97 مع كابتن عادل عبد الرحمن، وكان مؤدي اداء كويس جدا. حمزه جون واعد برضه في منتخب الناشئين. فطبعا الشناوي يمكن
اخصه بالذكر طبعا، اتمنى له طبعا الحمد لله ان هو يستعيد كامل لياقته بعد الاصابه العارضه اللي حصلت دي. ويمكن هو طبعا من الاجوان المميزه جدا جدا جدا. والشناوي عنده مميزات كتير جدا، اولها ان هو عنده هدوء وعنده ثبات كبير جدا بره يعني الملعب وجوه الملعب، يعني الدنيا تبقى حواليه وهو مركز بشغله. ودي ميزه من اهم مميزات حارس المرمى، ان هو عنده لازم الهدوء ده، وانا عايزه لان انت بتلعب في اجواء افريقيا بالذات يمكن الفتره دي ما فيش جمهور، لكن في ظل تواجد الجمهور بتبقى الامور اصعب طبعا. فلو مش جون عنده هدوء وعنده ثبات وعارف هو بيعمل ايه يفرق كتير جدا. يمكن احنا لما كنا موجودين هنا يمكن احنا وصلنا نهائي افريقيا ولعبنا مع الترجي طبعا، لكن ما حلفناش التوفيق، وكان الشناوي ليه يمكن فضل كبير جدا في مشوار النادي الاهلي. يمكن اخص بالذكر مباراه الترجي هناك ومباراه قبل النهائي وفي اقصى طيف، طبعا اجواء حضرتك عارفه يا كابتن يعني الاجواء هناك سام حاجه صعبه جدا مع الجمهور. فهو كان الحمد لله يمكن ضغط كبير جدا، كان عنده ثبات وكان مؤثر جدا في نتائج الفرقه ان احنا نوصل نهائي افريقيا، بالرغم ان كان في تدعيمات بالوقت اللي موجود ده دلوقتي. فهو يمكن انا كنت اتمنى ان الشناوي قبل الاصابه دي، يمكن انا يمكن كنت قاعد مع نفسي كنت اتمنى ان يريح ماتشين ثلاثة قبل موضوع الإصابة ده، بعدين يرجع ممكن على ماتش بيراميدز ويبقى، لكن قدر الله ما شاء فعل، هو ربنا اللي بيقدر ده. ودي كانت فرصة برضو إن كان لازم علي ياخد مباريات، لأن إحنا حارس المرمى مركز حساس جدا، لابد إن يبقى دايما الحارس الأول والثاني على هبة الاستعداد، والثالث طبعا، لكن الأمور يبقى الحارس الثاني لازم يبقى عنده خبرة المباريات وشغال، بحيث إن لا قدر الله لو حصل أي إصابة عارضة يبقى هو جاهز يعني وموجود. وده يمكن حصل، يمكن علي اشتغل بقاله 3 مباريات وشغال طبعا يعني برضو بشكل كويس، ومصطفى خد برضو مباراه الترسانه. فالحمد لله اصبح ان احنا 3 حراس لعبوا في ظل 4 مباريات قبل الماتش اللي هو الوداد. فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان الشناوي باذن الله ربنا يوفقه، وعلي يبقى ستاند باي في اي لحظه، ومصطفى طبعا، لان زي ما بقول حراسه المرمى مهمه جدا طبعاً في تحقيق اي نتائج. علي لطفي فرق معاه جدا موضوع الكورونا، هو طبعا يعني وعودته وفرق معاه، انا بتكلم على التوقيت، فرق من حيث التوقيت. هو طبعا يعني هو علي يمكن اول ما رجع على طول من يعني من الكورونا لعب على طول. لكن برضه علي جون كبير، يمكن انا كان حالفني برضه، هو كان معايا في انبي قبل ما يجي النادي الاهلي ومرنته، هو من حراس المرمى الكبار جدا وحارس مرمى مميز. لكن دايما بنقول هي بتبقى دايما حراسه المرمى التغيير فيها بيبقى في اقل الحدود، لكن هو دايما يبقى بيتمرن ودايما يبقى مستعد وتبقى فيه منافسه دايما، لان دايما الحارس الاول دايما لما بيبقى فيه حارس تاني معاه منافس ده بيرفع من مستواه، وده اللي احنا شايفينه مع الشناوي وعلي ومصطفى. الجزء الثاني وبرضه عايز اكلمك فيه كابتن مصطفى، ان رغم تغيير الاجهزه الفنيه في النادي الاهلي اتغير طبعا رحيل فايرا، لكن ميشيل يانكون طبعا كان متواجد. وايه رايك في تواجد مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي اللي اشتغل يعني بقاله سنه دلوقتي وانه ما رحلش، وهل ده ليه تاثير على مستوى الحراس كمان؟ وتغيير مدرب الحراس دايما بتبقى عمليه مختلفه عن المدير الفني، يعني العلاقه اللي ما بين المدير مدرب الحراس مع الحراس بيبقى لها علاقه خاصه غير حتى علاقه المدير الفني بباقي اللعيبه. يعني طبعا حارس المرمى هو مركز خاص جدا، والعلاقه بين الحارس والمدرب تكون لازم الحارس يبقى اللي في دماغي هو عنده في دماغه كوبي بيست، لان هو انا هو بينفذ فكري، فبالتاكيد بيبقى فيه راحه نفسيه الحارس. طبعا مدرب الحراس ازاي بيحتوي الحارس وازاي يوصل له كل اللي هو عايزه، وبتنشا علاقه يعني علاقه صداقه بره الملعب، عشان تبقى انت لازم عارف هو حياته بيعيشها ازاي وبيعمل كل اي حاجه بيعملها تبقى انت ملم بيها، لان حارس المرمى يعني العنصر النفسي وتجهيز النفسي لحارس المرمى مهم جدا، لان هو انديفيدوال يعني حارس فردي يعني مركز فردي لكن جوه مجموعه، فده بيحتاج اعداد خاص جدا قبل المباريات، محتاج جدا تبقى عارف الحاله المزاجيه للحارس ايه، محتاج عارف السيكولوجي بتاعته ايه، هو ايه اللي بيضايقه، ايه اللي ازاي انت في وقت معين من الاوقات بتضغط عليه، ازاي في وقت من الاوقات بتديله مساحه ان هو يبدع في المباراه، كل الكلام ده زي ما حضرتك قلت بتبقى علاقه خاصه. فعشان كده يمكن محمد الشناوي لما كنا موجودين بيبقى في ارتباط كبير جدا بينه وبين مدرب حراس المرمى. يمكن انا مبسوط لتجربه المدربين الاجانب طبعا في مصر، لان التدريب حراس المرمى اختلف
وتطور كتير جدا. فبرضو احنا لما بنيجي نعمل احنا الكلام ده فالاجوان عندنا بتبقاش مصدقنا شويه، لكن لما خواجه يجي يعمل الكلام ده احنا بنصدقه. فانا مبسوط عشان احنا لما يبقى نشتغل احنا الحمد لله مش بنقلل من نفسنا، احنا عندنا كفاءات ما شاء الله، فدي بتبقى حاجه كويسه. لكن هو ان ميشيل يانكون يظل مع احمد دي بتدي برضو هدوء، لان الفتره دي التغيير كل مدرب ممكن يبقى ليه فكره، الاستقرار مهم، فالتغيير ده ممكن يؤثر على مستوى الحارس على التغيير. التغيير مع النقطة سامي اللي هو كمان هو اتكلم على جانب المدرب، مدرب حراس المرمى، لما انت كنت كمان حارس مرمى، يعني انا شايف ان كمان التغييرات في طرق التدريب ممكن جدا تجيب نتيجه عكسيه. لما يجي مدرب يدربك بشكل معين وبعدين بعديها بفتره يجي مدرب يدربك بشكل معين، الطريقتين سلام لك، يعني هم سلام على الشكل الفني، لكن ممكن اختلاف في تنفيذ الطريقه ممكن تعمل شويه ذبذبه في اداء الحارس المرمى. طبعا 100% الكلام ده صح يا كابتن، لان انا النهارده ببقى التدريب حراسة المرمى زي ما بقول لحضرتك كل مدرب يبقى ليه طريقته، فانت حضرتك عشان محتاج وقت عشان الحارس يتعود، لان انت حضرتك بتدي له النهارده حارس المرمى ما بقاش هو جزء بدني وخلاص او جزء بتشوط على الجون وخلاص والكلام من ده، لا النهارده بقى في جزء خططي مهم جدا لحارس المرمى ازاي يلعب. النهارده حضرتك بتطلب مثلا انت بتعمل مثلا بيلد اب من تحت، بتبني من تحت، لازم الجون ازاي يلعب برجله، لازم يبقى عارف هيلعب في الحتت ايه، ولازم يبقى بيستلم برجله تحت الضغط. مرات الاساسيه دي بتاخد جزء في التمرين كبير جدا، تنقلات الحارس ازاي بيلعب في الانفرادات، بيقابل فين كره المدافعين، بدايه الهجمه، ارسالاته، كره عرضيه، حاجات كتير جدا، غلق زوايا، الكلام ده بيحتاج ان انت بتحفظ وبتعلم ومحتاج تنفذ في التمرين وبعدين تلعب ماتش ود عشان يحقق الكلام ده كله، فعشان كده بيحتاج وقت. فالتغيير في فتره زي كده قبل مباراه مهمه ممكن جدا تعمل طبعا تعمل مشكله. فانا يعني الحمد لله طبعا يمكن إدارة النادي الأهلي برضو يعني إدارة حكيمة وعندها طبعا فكر كبير إنها تبقي على مدرب الحراس في الفترة دي، فده عامل مهم جدا بيضمن استقرار الذهني لحارس الحراس. النهارده في فكرة إن أنت تدرب حارس المرمى على صناعة الهجمة، يعني لما شفنا محمد الشناوي كان بيعمل اسيست لمروان فجابها جون واخدنا ثلاث نقاط مهمين جدا، وكان مباراه مهمه جدا بتاعت الجونه صح؟ تمام بتاعت الجونه. بيتم تدريب النهارده حارس المرمى، مش بتكلم على الشناوي بس، على صناعه الهجمه دي، لانه كمان الشناوي فرق فيها في الدوري في الموسم ده. طبعا انا النهارده كمدرب حراس مرمى اول ما بشتغل مع مدير فني بقعد مع مديري الفني، حضرتك ايه السياسه بتاعتك، ايه السيستم اللي هتلعب بيه، السيستم الاصلي بيتحط وبعد كده بيبقى فيه حاجات فرعيه ممكن نغير فيه. لكن النهارده في مدربين بتحب تبني من ورا، يعني تبني من ورا، يبقى الحارس المرمى هو اللاعب الزياده اللي بيفك لي المشكله في اي بدايه هجمه، لان النهارده لما بيجي نبتدي من ورا فالفرق المنافسه بتعمل ضغط. بيعمل كده يعني طبعا، لان طبعا كان تكيس وكان تكيس طبعا كابتن ايهاب جلال، لكن هي الميزه كابتن في ان انت مش تبني الهجمه وخلاص، لكن انت هتعرف تعمل ايه بعد بدايه الهجمه. وبعدين النهارده انت بتعلم حارس المرمى وانت بتبني الهجمه ايه الاماكن اللي يباصي فيها، حضرتك بتبني بالزبط. بتطلع ضربه مرمى على الجنب فبيرجعها لك فبتضغط عليك، فتبقى عندك اختيارات، يعني تدي الباك الطرف اللي هو طاير فوق، يا يعني تدي نص الملعب اللي صايد ما بين راسين الحربه عشان تلعب عليه، يا يعني تلعب على راس الحربه او الهاف اللي هو في نص الملعب فده كلام مهم جدا. في مدربين زي ما يمكن شفنا اللي انا لاحظته، يعني طبعا انا ما كنتش متواجد مع مستر فايلر، لكن انا كنت شايف ان دايما الشناوي بيعمل ارسالات طويله على جنب من جنبين او على راس الحربه او على الهاف اللي بيبقى فاتح، فده حصل يمكن في ماتش الجونه والشناوي عملها بشكل كويس جدا. فدي بتبقى طريقه لعب متفق عليها، اعتقد ان المدير الفني بيطلب الكلام ده، وانا بدوري كمدرب حراس مرمى لابد ان ادرب الحارس بتاعي على اللي طالبه المدير الفني، لان هو كوميونيكيشن في الاول وفي الاخر. عشان كده دايما بنلاقي ان المدير الفني بيتمسك بمدرب حراس مرمى او مدرب عام، دي حاجه مهمه جدا، مش عشان حب وكره، لكن ده في صالح العمل، ان انت بتبقى فاهم دماغه مطلوب منك صح. ايه فبتبقى انت خلاص هو خد على الكلام ده وعرفت هو طالب، فيؤدي الى استقرار الفريق، فيؤدي الى تحسن النتائج. تمام. تابعت التكناوتي اللي هو حارس مرمى الوداد المغربي ولا ما تابعتش؟ والله للاسف انا يمكن الفتره اللي فاتت ما شفتش طبعا الوداد خالص، لكن دايما المغرب يعني مشهوره بحراس مرمى، يمكن في حارس المنتخب دلوقتي برضه اللي هو محترف اشبيليه بونو، حارس من الحراس الجامده جدا الزاكي قبل كده طبعا كابتن الزاكي، فاعتقد ان هم عندهم برضه يعني مدرسه حراس مرمى عندهم برضه اجوان كويسه. اتمنى ان شاء الله ان يعني يوم ماتشنا ما يبقاش كده يعني. لو عملنا بينه مقارنه وبين محمد الشناوي النهارده مشوار حراسه المرمى، وطبعا بخص التكناوتي لانه حارس مرمى الوداد والشناوي الاهلي، لو انت النهارده جيت عملت المقارنه يعني البسيطه دي هتلاقي ان اللي معانا على الشاشه كمان حلو قوي ده. تمام. محمد الشناوي النهارده
لعب 30 مباراة، أحمد لعب 30 برضو. تمام. لما نقول دخلنا في شباكنا إحنا 8 أهداف بس دخلت حراسة المرمى، في المقابل 28 هدف في مرمى الوداد. والكلين شيت 24، ده 24 مباراة شناوي ما دخلش فيها أهداف. يس. مقابل 7 لأحمد. والتصويبات ده إحنا يعني التصدي في 69 تصويبة لمحمد الشناوي، تصدى 61 منهم، على الجانب الاخر 176. وده بقى الجزء انت كنت بتتكلم فيه كابتن، التمريرات وبناء الهجمه. طبعا. الهجمات 82%، ده البرسنتج بتاع الشناوي، متفوق شويه على احمد اللي نسبه برضه لا باس بيها 79%. والتمريرات البينيه اللي انت برضو قلت عليها كابتن مصطفى، ازاي تحط الكوره في الجزء. تمام. اللي انت متمرن عليه. برضو الشناوي عامل 3 من 3، وطبعا ما كانش فيه فرصه لاحمد انه يعمل هذه وصناعه الاهداف اللي احنا اتكلمنا عليها. بالظبط. مؤشرات يعني الارقام دي طبعا هي مؤشرات مؤشرات الارقام طبعا الشناوي طبعا جو منتخب مصر. طبعا الارقام واضحه يعني، انا مش هقول، لكن دايما هي دايما زي ما نقول لحضرتك الارقام دلوقتي بتدي مدلولات، ولكن برضو مش عايز اقول هي بتبقى 100%، لكن المدلول دلوقتي بيؤدي طبعا ان مركز الحراسه لما يكون داخل فيها 8 اهداف في 30 مباراه، ده بيدل ان عندي حراس مرمى على مستوى عالي، وبيدل ان عندي خط دفاع على مستوى عالي، لان هي بقت كومباكت دلوقتي. ما اقدرش اقول افصل التيم كله دلوقتي، عدم دخول اهداف كتيره في مرمى النادي الاهلي، ده 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 بيبقى كله كمنظومه واحده، الفرقه كلها بيبقى شكل لعب وحراسه ومدافعين ونص ملعب، حتى راسات الحربه، لان النهارده راس الحربه هو خط دفاع لاي فريق دلوقتي من قدام. لكن اتمنى ان شاء الله باذن الله الشناوي، زي ما بقول الشناوي يعني ان شاء الله باذن الله يبقى فعلا مؤثر في نتيجه المباراتين، لان هو ما شاء الله عمل موسم يعني، والفتره مش عايز اقول موسم بس، هو الشناوي ما شاء الله بقى له فتره كبيره جدا، يمكن كاس العالم بعد كاس العالم كمان ماشي بشكل كويس جدا. فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان يكون له دور كبير. الاصابه جايه في كيو يعني، معلش هي اصابه خفيفه شويه، يمكن انا واحنا موجودين برضو كان اصابه الضمه دي يمكن كانت جات له شويه مع ضغط المباريات. هي اصابه عامه لحراس المرمى نتيجه التدريبات، وانا عارف التدريبات دايما الضمه الرمي كتير فعلا بيتهرموا عشان الضمه، الاستراتيجيات كتير فعلا في الارض بتسمع طبعا في الضمه، مع الارسالات برضو الكتير ده بيحصل. عشان كده انا بقول لحضرتك ان لابد ان برهه من الراحه عشان عاد يستشفى مع ضغط المباريات، الله يكون في عونه يعني. طبعا. خاصة ان هو الراجل رقم واحد في مصر، فالحارس رقم واحد ده كابتن هاني بيبقى عليه ضغط عصبي جامد جدا، مش مقبول منه اي خطأ في اي مباراة، الباص محسوب عليه. طبعا. فده بيؤدي لإرهاق الجهاز العصبي جدا وعضلاتك. طب انت يا كابتن مع يعني انت مع ان يكون انت بتتكلم على عملية التدريب كانت ماشية مع فالر بشكل كويس قوي، انت من المدربين اللي بتثبت على رقم واحد ودايما تبدا بيه، او هو دوت الرقم عندك، ولا ممكن يبقى عندك روتيشن كمان في عمليه حراسه المرمى؟ في مدربين كده في مدرستين يعني، انت من انهي مدرسه فيهم؟ والله انا مع المدرسه اللي بيؤدي لده يا كابتن هاني هو المستويات، لكن انا مع المدرسه ان لازم استخدم الحارسين عندي، طبعا مش بيبقى بالتساوي، وانا ضد ماتش مباراه ومباراه دي، لان مباراه ومباراه دي انا هتلعب مباراه مركز، المباراه الثانيه هتبقى اوريدي هتلاقي نفسك خملان لانك مش هتلعب مباراه القادمه، لكن انا مع ان في رقم واحد وفي رقم اثنين، رقم واحد بيلعب مباريات الاكثر، لكن انا لازم استخدم رقم اثنين اثناء لعب رقم واحد، يعني مثلا كل فتره لازم اديله، لان النهارده ماتشات الكاس مثلا طبعًا في الدوريات هي الكاس كابتن ممكن تبقى البطوله بعيده شويه، لكن انا حتى اثناء الدوري طالما النهارده النادي الاهلي دايما بيبقى عنده حراس مرمى على مستوى عالي، فالفروقات مش بتبقى كبيره جدا. فالنهارده انا النهارده لو كل مثلا الفتره دي تبقى راجعه لحسب طبعا الظروف الفرقه، عشان انا بدخلها امتى وبعملها امتى، ده ليها توقيت طبعا بليها توقيت، لكن النهارده انا لازم رقم اثنين ده كل فتره لازم اديله عشان يبقى هو جاهز لا قدر الله حصل اصابه حصل اي حاجه، خاصه ان الموسم بيبقى زحمه جدا، انت عارف حضرتك بتلعب دوري بتلعب بطوله افريقيا وبتلعب بطوله كاس، فضغط المباريات ده لابد ان يكون غير اوروبا خلاص معروف ان الحارس رقم واحد بيلعب الدوري وبطوله الكاس، في مدربين بيبقى عارف ودايما حتى بره، يمكن حضرتك اعترفت يا كابتن عارف الكلام ده، بيتكتب في العقد ده رقم واحد ده رقم اثنين، فالامور مختلفه عندنا شويه، لكن انا مع ان مش لازم مش مع المدرسه المضمونه. انت مش مع المدرسه المضمونه، انت بتجرب وبتدي وقت
يعني مع المدرسه دي اكتر طبعا لان انا هستخدمه النهارده بقى بيحصل ساعات اصابه الاصابه دي قدريه فانا لازم ابقى انا حاطط ومستعد وستاند باي لاي حاجه تحصل عشان ما يحصلش ان انا ممكن اظلم الحارس رقم 2 او ان انا ممكن الفرقه تبقى في وقت معين الحارس رقم 2 بعيد جدا 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 وبعدين يجي يلعب فيؤثر على الفريق فالكلام ده طبعا انا مع الكلام ده بعمله بالذات لما بيكون عندي حارس مرمى الحارس مرمى رقم 2 حارس مرمى يعني فعلا حارس مرمى عنده خبرات وعنده يعني عالي لعب في قبل كده في المنتخب وكان في نادي امبلا رقم 1 طبعا عادي يعني فهو ان شاء الله باذن الله اتمنى دايما ان هم يبقوا كلهم على اتم الاستعداد علشان ده كله بيصب في الاخر في مصلحه الفريق ان شاء الله. بعيدا عن الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء مين من حراس المرمى في الدوري الموسم ده اللي لفت نظر كابتن مصطفى كمان؟ والله يمكن انا يمكن كنت سالت السؤال ده قبل كده يمكن سالته قبل كده لا بطبيعه والله الحال والله ما اعرف انه ساله قبل كده لا في 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 الشاء يعني طبعا انا مدرب حراس فطبعا مين اللي لفت نظر والله في يعني انا اقول لحضرتك حاجه في الدور الثاني في كذا جون شغالين بشكل كويس يمكن انا عايز برضه اقول ابو جبل شغال كويس عايز اقول المهدي سليمان شغال كويس عايز اقول في احمد مسعود جون نادي مصر شغال كويس محمود حمدي لما كنا شغالين في المقص برضه شغال بشكل كويس حارس انبي في وقت محمود جاد محمود جاد ده انا يمكن انا بقول الاجوان الكبيره لكن محمود جاد ده مكسب كبير جدا منتخب الاولمبي يعني ده مكسب المنتخب لان هو سند المنتخب الاولمبي وده حارس واعد ويمكن انا قلت قبل كده يعني طبعا انا بقول رايي الشخصي لكن طبعا جهاز المنتخب طبعا كل الاحترام والتقدير هو المنوط بالخريطه لكن انا بقول من وجهه نظري ان انا في المنتخب ممكن يبقى معايا حارسين مرمى كبار ويبقى معايا واحد زي محمود جاد مثلا او حارس صغير يبقى ده انا بعده لبكره لان بتحصل ساعات ان يبقى عندي حارسين ومره واحده ما بقاش في جون منتخب مصر فتبقى عندنا مشكله يعني عصام قاعد يلعب 45 سنه وفي الاخر لقينا نفسنا ان احنا في الوقت اللي عصام بيبطل احنا مش قادرين ان احنا يبقى عندنا حارس مرمى منتخب مصر فلما يكون معايا حارس صغير في السن بعده ان هو ياخد المعسكرات ويلعب في بعض الاوقات يسافر ويبقى خد على جو المنتخب جو المنتخب مختلف على الانديه شويه فلما ياخد على الجو ده ويشارك خاصه ان هو ممكن يبقى في مع المنتخب الاولمبي في الاولمبياد برده كابتن شوقي وكابتن اسامه يعني ده برده قرارهم لكن هو الراجل مكسب كبير جدا فيبقى انا بعد ماشي في خطين متوازيين ان انا النهارده عندي الحراس الكبار بيلعبوا وشايلين المنتخب وماشيين في نفس الوقت عندي حارس واعد يبقى فيه تسليم بعد كده حسن في طفره في حراسه المرمى مش عارفه في طفره بس هو لا في طفره بص حراسه المرمى في مصر عامه دايما فيها حراس كبار جدا يعني انت بتتكلم على نقطه وانا بوافقك فيها عمليه التحضير للمستقبل يعني ما يكون عندنا حارس اساسي عصام الحضري قاعد اساسي فترات طويله كتير. جدا بغض النظر عن حارس ممكن يكون حارس واعد فما خدش فرصته فبدا ياخد فرصته بعد فتره طويله فكان سنه كبير فعمليه التحضير لحراس المرمى ممكن تمشي بشكل افضل عندنا حراس صغيرين عندنا حراس كبار سنهم كبير فده ياخد مع ده وزي انا متفق معاك تماما يا كابتن في النقطه ديت عشان نحضر كمان للي جاي يعني. وده يا كابتن هاني يمكن احنا المانيا دايما حضرتك طبعا عشت هناك عندها مدرسه المانيا هيبة. بتلاقي جيل مش لعيبه كمان وجيل ما بتكلم على الفرقه طبعا بتلاقي جيل بيكبر وبيمشي وما بتحسش ان في جيل تاني دخل واستلم على حقيقة. طول البرازيل نفس الحكايه كل فتره تلاقي فعلا اجيال بتطلع والسيستم ماشي زي ما هو ما فيش اي مشكله ولا بيحصل دروب احنا هنا عشان يحصل التحويل ده بنقعد فتره طويله مشكله والنتائج بتتاثر لان احنا ما بنعدش للمستقبل احنا بنفكر في الوقت الحاضر الحالي بس لابد نفكر في الوقت الحالي والوقت الحاضر حتى على مستوى الانديه يعني بقول لحضرتك انا لما كنت مثلا ماسك في النادي الاهلي هنا احنا كنا شغالين في اتجاهين كان موجود الشناوي وكان شريف راجعين من كاس عالم وكان علي لطفي موجود وعملنا خريطه ثانيه بلان موازيه ان النهارده مصطفى شوبير مواليد 2000 وكان احمد طارق وكان رمضان وكان حمزه علاء 2001 فكنا بنقول ان احنا بنمشي في خطين متوازيين احنا بنعمل جيل لحراس المرمى فالنهارده دول مواليد 2000 لما يلعب مع مسابقه 97 وما خافش ان انا اخسر بطوله مصطفى لعب بطوله مسابقه 97 برغم ان هو 2000 اكبر منه في 3 سنين وادى بشكل كويس جدا وراح منتخب اولمبي يبقى انا النهارده ماشي في خطين متوازيين يحصل النهارده ممكن حارس عندي يحترف مش لازم ان هو يكبر يحترف يبقى انا عندي شغال في تغير طبيعي من غير ما طب بمناسبه الاحتراف كابتن مصطفى واحتراف حراس المرمى في مصر طبعا احنا في بقالنا فترات طويله ما فيش حراس المرمى او ما فيش لعيبه اجانب او حراس مرمى اجانب انت شايف الخطوه ديت انت مؤيدها ولا تقول لا احنا ممكن جدا نستعين بحراس مرمى اجانب ممكن يفيدوا فتره من الفترات كان موجود في المقاولين العرب بحراس بالانطوان فانت مع انهي اتجاه فيه انا مع الاتجاه طبعا ان لا ما فيش يعني طبعا هو ده ضد الاحتراف الشامل لكن انا بتكلم النهارده
ان احنا النهارده عندنا حراس مرمى على مستوى عالي جدا زي ما بقول لحضرتك، وبعدين دون بينعكس في بعض الاوقات على المنتخب. النهارده لما بيجي جون كل نادي يجيب حارس مرمى افريقي او اجنبي، فالنهارده بيقفل على عندي على فرصه على الحراس بتاعتي، فبالتالي برجع بعد كده بتبقى عندي مشكله في حراسه المرمى. فطب انا ليه افتح في مجال زي ده بالرغم ان انا عندي زي ما قلت خامات كويسه جدا جدا جدا، واحنا كمدربين لابد ان احنا نشتغل على نفسنا. زي ما حضرتك بتقولي انا اتفق مع حضرتك ان 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 احنا عايزين نحصل طفره اكتر من كده في حراسه المرمى. الكلام ده مش هيتاتى غير لما يكون عندنا مدربين على مستوى عالي متطورين علميا، وبيشوفوا ازاي يستخدموا التكنولوجيا في التدريب، وازاي يطلعوا، وازاي يشوفوا كل الآليات الحديثة. بالظبط كده. تابعت قرار اللجنة الخماسية ولا لا فيما يخص اللي هو عدم التعامل في حراسة المرمى مع الأجانب؟ تابعت ده اللي هو استمرار عدم احتراف حراسة المرمى الأجانب في مصر؟ طبعا أنا مؤيدهم تماما في الكلام ده، لأن الكلام ده والكلام ده جانا ثماره الفترة اللي فاتت كلها. يعني احنا لو عندنا حراس مرمى أجانب كان مش هيصل عندنا الكم الحراسة اللي كان عندنا موجودين دول. لأن أنا بقول لحضرتك هو مركز حساس، فكل نادي بيستسهل بدل ما لسه هيبقى فيه جون او هيعمل جون او فبيجيب حارس مرمى جاهز. فالكلام ده هو بيجي يلعب راجل محترف بيلعب، فبقعد انا مثلا لو طب نفترض احنا النهارده 15 نادي ولا جابوا جوان، يبقى الاجوان بتاعتنا تلعب فين وهتلعب؟ خاصه ان احنا مميزين جدا في حراس المرمى على مر العصور. زي ما كابتن هاني قال احنا من ايام مش عايز انسى من ايام يعني من زمان جدا كابتن ثابت وكابتن اكرامي وكابتن شوبير. تعالى نجيب من زمان بقى وذكرياتك مع كابتن ثابت ونجيب بقى يعني بالنسبه لك انت يعني انت ك يعني كل لاعب يبقى ليه يعني ايكون كده كمدرب. يعني انا كابتن جوهري الله يرحمه على مستوى التدريبي يعني بره كمان في مدربين انا بحس ان هم كان لهم اثر كبير بالنسبه لي. انت مين الحراس او المدربين اللي حسيت ان لهم بصمه واضحه في شخصيتك وفي ادائك؟ يعني طبعا يعني انا سؤال مهم جدا، ويمكن انا بتشرف ويمكن بقول الكلام ده في كل حته. يمكن الكابتن ابراهيم رياض من المدربين اللي يمكن حضرتك يمكن عشان الكابتن ابراهيم كان وحضرتك مدرب في انبي، ده يمكن انا بعتبره طبعا كل المدربين عشان ما حدش يزعل مننا ليهم فضل عليا وتعلمت منهم، لكن الكابتن ابراهيم هو اللي اثر في 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 في, في شخصيتي واثر في فكري. يمكن الفلسفه دي انا لعبت بيها فجربتها، ودي يمكن خلتني العب لغايه 43 سنه. وقد ايه اللعب كان بيبقى سهل بالسيستم والتكتيك اللي هو كان بيشتغل بيه، فبناء عليه بقت المدرسه دي انا متبنيها وبشتغل بيها. طبعا في الاول وفي الاخر هيظل كل واحد ليه بصمته، لكن هو ما كان ان احنا انت بتاخد اساسيات وبعدين تبني عليها بعد كده. لكن هو الراجل ده بصراحه من الناس اللي ليها فضل على الواحد كتير جدا يا كابتن هاني، انه غير فكره الواحد عن حراسه المرمى. ازاي حراسه المرمى بقى ليها منهج، مش الموضوع عشوائي. انت النهارده ليك منهج بتشتغل في الجزء البدني، بتعمل ايه اللي بيحتاجه حارس المرمى في الجزء البدني، مش اي بدني وخلاص. ايه الجزء المهاري اللي بتشتغل عليه؟ الجون عنده حوالي 30 مهاره لازم يتعود ويشتغل عليها في ظروف مختلفه. الجزء الخططي والتكتيك في حاجات كتير جدا، الحارس ازاي يلعب، ازاي نازل المباراه يبقى هو مذاكر المباراه، ازاي تستخدم زي ما حضرتك قلت حضرتك السكاوتنج وتشتغل والارقام قبل المباراه وتتفرج على الفيديوهات بتاعه الفريق المنافس عشان تعد حارس مرمى بتاعتك، تلاقي فرقه معينه بتعمل ايه. كل الكلام ده بقى خلاص ده بقى حاجه اساسيه قبل المباراه، وهو ده اللي بيخلي الحارس يبقى نازل المباراه مسؤوليه بالظبط كده. بالظبط بقى الحارس نازل عنده اريحيه كبيره جدا غير لما بيبقى نازل هو مش عارف الخصم ولا عارف بيلعبوا ازاي ولا السيت بيس بتاعتهم ايه ولا طريقه لعبهم ازاي. فالكلام ده كله بقى لازم احنا ما نستسهلش. المهنه ما بقتش وظيفه وخلاص ان انا باخد، لا المهنه لازم نشتغل على نفسنا ونطور نفسنا، لان دلوقتي التطور بقى سريع. لازم احنا لو ما تطورناش هنقف في حته بعيده جدا عن الناس، فلابد ان احنا نواكب الكلام ده واحنا عندنا كوادر وعندنا عقليات كبيره جدا وتقدر تعمل الكلام ده. ما نقللش من نفسنا بس. ينفع نقارن بين مباراه الاهلي امبارح وبيراميدز واللي جاي يوم السبت ان شاء الله الاهلي والوداد؟ ينفع نعمل المقارنه ما بينهم؟ ينفع نقول ان ده النموذج اللي احنا هنشتغل بيه او هنلعب بيه، طريقه اللعب دي هتكون يوم السبت اللي جاي؟ هي دي البروفه؟ والله يمكن ولا لا. احسن بروفه دي احسن بروفه طبعا، لان انا متفق مع حضرتك جدا، وسؤال جميل جدا. ان النهارده فعلا النادي الاهلي امبارح في مباراه بيراميدز انا بقول دي يعني بروفه جديه جدا للي حصل، بلس كمان الطرد اللي حصل دون. يعني السلية. كان في تنظيم دفاعي انا يمكن وده يمكن انا موسيماني طبعا والجهاز وكابتن سامي انا بشكرهم عليه، لان واضح جدا الشكل الدفاعي. يمكن كابتن هاني الشكل الدفاعي منظم واضح، يمكن ايام فايلر ممكن كان في شكل دفاعي لكن مش في عشوائيه شويه، لكن امبارح 4-4-1 لما هو ابتدى يلعب الكلام ده باين الخطين باينين جدا، وازاي الترحيل المسافات وازاي الارتداد
يعني امبارح احمد فتحي ومحمد هاني ما شاء الله، ازاي حسين وجونيور، وان جونيور يلعب في المكان ده مكسب كبير جدا، نلعب في المكان ده جربه الهاف اللي هو اللي عشان ازاي النهارده جونيور وحسين بيخشوا لجوه عشان يوسعوا الباكين وهم طالعين. يمكن محمد هاني راح من بوكس تو بوكس امبارح مجهود بدني كبير جدا، احمد فتحي نفس الموضوع، حسين الشحات ازاي هو لما بيطلع لبره يخلي الباك يدخل في نص الملعب عشان يزود نص الملعب. فامبارح انا شايف الكلام دون يمكن حصل النقص العددي كمان خلى ان النادي الاهلي في الهجوم اللي عليه لاعب فرقه طبعا كبيره زي فرقه بيراميدز، فبقى محك يقارب اللي هيحصل في في في, في فرق شمال افريقيا. فرق شمال افريقيا يمكن الوداد هيبقى عنده اندفاع، مش عايز اقول اندفاع محسوب لان هو بيلعب فريق كبير برضه، لكن دايما فرق شمال افريقيا هو الماتش الاولاني هناك، فهو عايز يبقى في ضغط شويه على النادي الاهلي، يكثف الضغط على النادي الاهلي عشان هو عايز يستغل ان المباراه الاولى على ملعبه. فالكلام اللي حصل امبارح دون انا يمكن بصراحه كنت مبسوط جدا اللي حصل، وتوقيت المباراه يمكن قبل الماتش بحوالي اسبوع، فده كل حاجه مثاليه بالظبط، حاجه مثالية. طبيعيه ان انت اسبوع بعدين تعمل ريكفري كويس جدا، تاخد وقتك وبعدين تبتدي تعد لمباراه الوداد بشكل كويس جدا. وبكره سفر 5 ساعات ونص كمان، ده يعني ده هو طبعا الحمد لله. يمكن انا بشكر طبعا كابتن خطيب ومجلس اداره نوفر طياره خاصه، لان دي برده بتفرق كتير جدا، اللعيب يبقى براحته ما يبقاش فيها ارهاق بالنسبه له، قاعدين براحتهم يعني ما يبقاش في حد معاهم في الطياره برده ممكن يحصل مشادات، لان الكلام ده حصل معانا يمكن واحنا اعتقد في مباراه تراجي بساعد الجمهور او حد على الطياره ممكن يحصل لفظ او حاجه زي كده. بكره قبليهم واحنا ان شاء الله الطياره اللي بعد فده اللي. انا بقول لحضرتك مباراه بيراميدز كانت حاجه يعني نموذجيه او بروفا كبيره جدا قبل مباراه الوداد. على الجانب البدني تفتكر ان حسم الدوري من فتره من حوالي قبل نهايه الدوري ب6-7 اسابيع ده كان في مصلحه النادي الاهلي انه خد كمان فترات ممكن يجرب فيها بعض الافكار ويجرب فيها بعض اللعيبه. امبارح كان خلاص نهائي الدوري المغربي وكان مباراه قويه جدا جدا، ويمكن اتحسم الدوري في اللحظات الاخيره، ده ممكن ياثر ولو حتى على الجانب البدني لفرقه الوداد انها خارجه من معركه بقالها يعني المعركه دي شغاله بقالها 4-5 اسابيع وبيلعبوا كل 3 ايام مباراه، ممكن ده ياثر ويكون جزء ايجابي شويه يستغله النادي الاهلي في عمليه اللياقه البدنيه. هو ده ممكن يؤثر خاصه بعد كورونا كان في فتره توقف كبيره جدا، واللعيبه ما عملتش فتره اعداد، يعني برده في بعض الفرق ما عملتش فتره اعداد بالشكل الكافي، بالرغم دي برده ليها حل في الاعداد، بيبقى الاعداد بطريقه مختلفه شويه، لكن برده زي ما حضرتك بتقول ان هو لغايه امبارح في ضغط عصبي عليه جدا ان هو عايز يحقق بطوله الدوري، مجهود عصبي ومجهود بدني، ده برضو ممكن يساعد النادي الاهلي طبعا، وان كان ده برضو ان في بعض المدربين بيعمل ريكفري كويس بطريقه كويسه، لكن هو حتى ذهنيا اعتقد ان هو ممكن يؤثر، لكن احنا لازم ما نشغلش بالنا بالكلام ده خالص، لان فرقه الوداد طبعا ولا نشغل بالنا ان هو ما حققش بطوله الدوري السنه دي ما يفرقش معاهم حتى على المستوى النفسي على يعني. لا انا بتكلم على نقطه واحده، ان احنا ممكن دوت مش هنستغله، لكن ممكن جدا يكون في فكر المدير الفني مثلا ان ضغط المباراه امبارح الوداد وكان عندهم ضغط خلال الـ3 اسابيع اللي فاتوا خلال كل 3 ايام مباراه، ممكن جدا يبقى عندنا فرصه ان احنا ممكن لو بنشتغل على الكونتر اتاك يبقى نشتغل اخر 10 دقائق عليها بشكل افضل شويه، ان احنا لو عندنا فرصه ان احنا نعمل ضغط من قدام شويه في اخر 10 دقائق، لان هم هيستنزفوا جزء كبير من طاقتهم، وبالتالي لو في مخزون للطاقه شويه مش هيكون بالقدر الكافي، لكن دي النقطه اللي بتكلم عليها اللي ممكن جدا نستغل كل نقطه وممكن نشتغل عليها من خلال سيناريو المباراه. يعني طبعا دي حته نقطه مهمه برضه، ان فعلا احنا زي ما حضرتك قلت على الاقل احنا الجانب العصبي عندنا احنا يعني النادي الاهلي استريح من فتره، حاسم الدوري من فتره كبيره جدا، حتى العامل الذهني والعصبي اريح من الوداد اللي هو بيلعب لغايه امبارح عايز عنده امل يحقق البطوله، دي برضه بتؤثر لكن زي ما حضرتك قلت بتؤثر في نهايه مباراه في جزء من المباراه، ففعلا دي ممكن يكون مستر موسيماني والجهاز طبعا حاططها في حسبانه ان هو ممكن تكتيكيا يكون هيفاجئ الوداد بحاجه معينه في توقيت معين علشان يستغل فرق او عامل اللياقه او التعب الذهني اللي كان عند فريق الوداد في الفتره اللي فاتت. اتمنى ان شاء الله ان مستر موسيماني يحالفه التوفيق، هو الراجل يعني انا مبسوط من الماتشين اللي فاتوا من في حاجات كتير جدا بيحاول يعملها، طبعا هو جاي في وقت ضيق جدا، لكن هو بيعوي على لعيبه النادي الاهلي، المفروض لعيبه النادي الاهلي لعيبه كبيره ولعيبه منتخبات وعندها خبرات كبيره جدا، ده بيساعد اي مدير فني لو عايز ينفذ فكر، لان احنا عندنا الخامات تقدر تعمل كده. حتى لو هو نفسه كمان عنده خبره مع الوداد، هو قابلهم كم مره؟ 10 مرات قابل الوداد الوداد 10 مرات لوحده، قابلهم السنه دي مرتين. هاخد من كلام سام، قابل الوداد كتير، وناس بتقول اصل هو عدد الهزايم بتاعه الوداد يعني اتغلب من الوداد كتير،
وبالتالي هو في ناس الزملكاويه او الناس اللي ما بتحبش النادي الاهلي يقول لك ماشي اوكي خلي. فالجزء ده خلي بالك يعني برضو انت كمدير فني او يعني عشيره مدير فنيين ردود الافعال تبقى ممكن مختلفه، ان انت لا انت شايف الفرقه اكتر، حافظ الفرقه اكتر، وبالتالي هيكون عندك يعني نقط ايجابيه اكتر في طبعا حضرتك. وبعدين معاه النادي الاهلي يعني حضرتك هو ده كان يمكن من 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 الاسباب الرئيسيه لتعاقد النادي الاهلي، ودي حاجه برضو مجلس اداره طبعا برضو من حياه عليها. واحد حافظ الهدات هو عنده التايمنج ده التايمنج ده عشان عنده خبرات افريقيه كبيره طبعا. هي بطوله مهمه جدا النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يعني يحققها السنه دي باذن الله. فالبطوله دي في التوقيت ده لما يجي مدير فني يمشي لازم انا يبقى عندي فكر مختلف، لان انا بسعى لبطوله قاريه كبيره جدا على اثرها ممكن اشارك في بطوله العالم للانديه، فده هدف كبير جدا. فالنهارده كون ان انا اجيب واحد عنده خبره زي موسيماني لعب في بطولة افريقيا كتير جدا، حتى عنده درايه مسبقه بفرقه الوداد بفرق شمال افريقيا ازاي بيلعبها، حتى لو خسر منها كتير ان شاء الله باذن الله يكسبها مع النادي الاهلي، لان هي الموضوع هو برده الخامه اللي معاه. يمكن هو سان داونز بيبقى عايز يعمل فكر ممكن في اللعيبه مش مساعده، لكن احنا عندنا الحمد لله النادي الاهلي لعيبه عندها خبرات وعندنا الخامات واللعيبه الكبيره اللي عندها الخبرات. يمكن احنا بقى لنا سنتين بنلعب فاينل، سنه مع الوداد اللي هي قبل بتاعه الترجي ما حصلش توفيق فيها، وسنه الترجي دي حاجه كبيره جدا، غير فرقه صن داونز يمكن لعبت تيالي فاينل اثنين فاينل متباعدين، لكن احنا لسه الفاينل اللي قبل اللي فات ده الترجي احنا كنا واصلين فاينل. فالنادي الاهلي متمرس على الكلام ده، فاعتقد ان شاء الله ان اجواء المباراه دي عندنا خبره كبيره جدا فيها، وان شاء الله باذن الله نحقق فوز ان شاء الله باذن الله كبير، ان شاء الله نتاهل على اخر. متفائل بخبرات موسيماني الافريقيه طب. خاصه ان انت السنه دي بس اتعادلت معاه وكسبته يعني مره. هو ممكن يكون يعني متفائل يعني طبعا متفائل لينا. انا متفائل جدا لان ده الطبيعي النادي الاهلي مش بوجود موسيماني مع احترامي ليه او عدم وجود موسيماني كنت هتتفائل برضه طبعا اصل التفاؤل وليد معطيات النادي الاهلي. النادي الاهلي بيلعب على اي بطوله وبيلعب في اي وقت وهو بطل قاره ونادي القاره، يعني الكلام ده كله لازم ابقى متفائل، لان انا دربت ولعبت في النادي ده فعارف يعني ايه روح الفنانه الحمراء وعارف الاجواء هناك كمان طبعًا اللي موجوده طبعا بلس ده خبره موسيماني كبيره جدا وهتفيد اللعيبه. انا اعتقد ان هي هتفيد اللعيبه، ويمكن الفتره ويمكن لسه ما طلعش اللي عنده كله، لكن الفتره اللي فاتت او الماتشين الثلاثه اللي فاتوا مؤشر كبير جدا، بيحاول يحط ايده على 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 الفريق. العلاقه كابتن سامي قمصان بيساعده بالكلام ده بشكل، لان كابتن سامي المدربين الكويسين جدا اللي عنده خبرات، وانا يعني اشتغلت معاه ولعبت معاه مع سامي شخصيه محترمه جدا، ودي برده من الحاجات الكويسه جدا ان النادي على النادي طبعا، لان ده هيساعد المدرب. انا بلاحظ حتى لو بيقف معاه كتير لان هيساعده الفتره دي على الاقل في نقل كل الداتا عن الفريق. ده صحيح. هاخد من كلامك برده كابتن، وانت بتقول ان احنا دايما متفائلين، احنا ولاد النادي الاهلي يعني متعلمين دوت وعارفين ده كويس، لكن خلينا نشوف نرجع مع كابتن مصطفى كمال للنادي الاهلي، ايه البطولات اللي تفتكر كان فيها وجه تشابه وصعوبه بالنسبه للبطوله اللي احنا بنمر بيها دلوقتي؟ ايه من المواقف اللي مرت عليك كانت بتقول انها لا ده موقف صعب واحنا لكن احنا قدها وفعلا حصلت على بطوله معاها؟ والله يمكن يذكرني في البطوله العربيه كنا في البطوله العربيه في المغرب برضو طالع الحظ يعني، وكنا نادي الرجاء هو المنافس، وكان اولمبي خريبكا بيلعب بفرقه من الاردن الفيصلي الاردني، فاحنا كنا مستنيين المباراه كان التعادل، هو لو تعادلوا اولمبي خريبكا والرجاء لا اولمبي خريبكا كانت بتلعب قبلنا مع الفيصلي الاردني، لو كانوا تعادلوا كان هيبقى قدامنا حل واحد بس، احنا لازم نكسب الرجاء في المغرب في وسط جمهوره في استاد محمد الخامس نفس الاستاد، وفعلا كنا واقفين احنا اللعيبه كلها واقفين بيبص من الشبابيك واقفين بره، ولغايه لما المباراه فعلا انتهت بالتعادل وجي دورنا احنا بقى. احنا المباراه دي اعتقد كسبناها 2-0 وكان فيها لعيبه كبيره جدا، بصير صلاح الدين ونزير عبد الكريم كانت فرقه، وجريندو كانت فرقه كبيره جدا فرقه الرجاء، ويمكن حققنا المكسب في البطوله دي، وكانت بطوله غاليه جدا، كانت اعتقد ابطال البطوله العربيه ابطال الدوري او كاس النخبه، وحققنا البطوله وكانت فرحه عارمه يعني، وكانت نفس الاجواء يعني. انت النهارده صحيح. حضرتك برضو مباراه وفاق الصيف واحنا وانا ماسك النادي هنا مع كارتيرون كان قبل النهائي، وبرضو وفاق الصيف طبعا انت عارف استاد النار هناك في الجزائر، برضو احنا يمكن كسبنا 2-0 هنا وهناك، يمكن خسرنا 2-1
عملنا برضو مباراه كبيره جدا. فزي ما بقول لحضرتك الاجواء دي لعيبه النادي الاهلي متعوده عليها بالذات مع فرق شمال افريقيا. فانا متفائل ان شاء الله باذن الله ان يبقى نحقق نتيجه فعلا ان شاء الله ايجابيه في المغرب باذن الله تساعدنا ان شاء الله في مباراه العوده هنا ان شاء الله باذن الله، ونتاهل للنهائي وان شاء الله نحقق البطوله الغاليه على جماهير النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله كلنا نتمنى، ويعني كل جماهير النادي الاهلي اكيد بنبص على دوت، وان شاء الله هي الخطوه الاولى مباراه الوداد دي الخطوه الاولى، وان شاء الله يعني نقول نتيجه ايجابيه. عايز احطك بقى مدير فني، مش احطك مدرب حراس مرمى، ايه اللي شايف التشكيل اللي ممكن جدا الاقرب للبدء فيه في مباراه الوداد هناك؟ والله طبعا احنا بنقول من وجهه نظرنا، لكن موسيماني طبعا هو بالتاكيد اكيد هو عنده درايه يعني اكتر بالفرقه وشافها أكيد. لكن احنا لو حطينا تشكيل يعني انا هقول تشكيل من وجهه نظري على لاعبتنا باص لينا احنا، ممكن يكون طبعا صح او مش صح، بعيد او قريب، يعني لكن على حسب. لكن احنا طبعا انت شايف ان طبعاً ممكن يبقى احنا ممكن هندي معطيات كمان على الفتره السابقه اللي صح. هي في الدوري واللي احنا قدام عينينا في يعني انا بقول الشناوي ان شاء الله ربنا يوفقه وعلي ان شاء الله يبقى جاهز برده ان شاء الله باذن الله. برده علي متالق مع المنتخب طبعا، محمد هاني، ياسر، ايمن اشرف، احمد علي معلول طبعا لما يرجع، هي نص الملعب بقى اليو ديانج، وانا طبعا بهنيه على المباراه الجميله، هو اصلا لعيب كبير جدا دفاعيا وهجوميا اليو ديانج، وهيبقى السوليه، هيبقى قفشه، ممكن حسين الشحات، ويبقى ممكن اجايي او مروان باجي او اجايي لو لعب على اجايي طبعا ومروان اعتقد هيبقى هو اللي ممكن يبتدي بيه مستر موسيماني، وممكن باجي يبقى ستاند باي ورقه معاه لان انا اعتقد ان هو كان اعتقد في كدم في الكاحل او حاجه زي كده. فاعتقد ان المباراه دي ممكن من وجهه نظري مروان يمكن الفتره اللي فاتت شغال كويس جدا، وهو برده ممكن يبقى ده هيمثل له محطه ممكن يطلع عليها. مروان بيحافظ على كورت ممكن اكتر من بادجي شويه، بيعرف يتحرك، بادجي يمكن على الجون اكتر شويه ممكن يبقى في المباراه اللي هنا، لكن مروان هناك مهم جدا وجوده، لان هو هيبقى حل بالنسبه لنا، نطلع نقدر نطلع عليه ويقدر يقف على كورته لغايه لما الدفاع يجي. ممكن بادجي في خلال المباراه واثناء المباراه ممكن تلعب راس حربه طبعًا. هي بس الـ 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 الحاجه اللي المفروض النادي الاهلي يخلي باله منها، ودي يمكن بتبقى ميزه في دول شمال افريقيا، السيت بيسز الكرات الثابته، ان هم مميزين جدا جدا فيها، عندهم اطوال كمان طبعا مصدر. وبعدين بتعمل الكروس كابتن بتعمل بقوه جامده جدا في مستوى الروس، مش بيبقى عالي، ما بيديش فرصه حتى لحارس المرمى اللي هو يطلع، وهم عندهم شراسه والتحام قوي جدا. اعتقد ان النادي الاهلي لازم يخلي باله من دي، خاصه ان ماتش مباراه بيراميدز برده يمكن في كورتين عرضيتين كده كان الماركينج شويه، مش ماركينج يعني، انا ما اعرفش هو مستر موسيماني بيلعب مان تو مان ولا بيلعب زون في الكور الثابته، في لان تعرف حضرتك ممكن الكور متحركه، الكور متحركه انا عارف، لكن انا بتكلم في الكور الثابته، مهم جدا ان هم يعني يبقوا واخدين بالهم منها جدا، لان المباريات الكبيره دي ممكن تتحل بكره ثابته. فاتمنى ان شاء الله ان هم يبقوا حريصين وتكير في الـ في الـ في, الـ في النقطه دي. نص ملعب الاهلي سوليه وديانج تحديدا شايفه ازاي؟ والله في المباراه اللي هناك يمكن يعني انا بقول لحضرتك ديانج امبارح عجبني جدا في حاجتين، ديانج تمركزاته في نص الملعب وضغطه في نص الملعب واستخلاص الكوره وبعدين تكملته كمان في الناحيه الهجوميه دي ده 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 يعني انا بقول لحضرتك ده نص ملعب عصري اللي هو بوكس توكس ده، ان هو الراجل ازاي وبعدين مجهود غير عادي. انا امبارح بقيت مشفق عليه، احنا ناقصين واحد النادي بيزيد. وبيزيد وهو اللي كان بيعمل الزياده، يمكن شاط صوب كوره وعمل كوره اعتقد لقفش او لحسين الشحات. فهو النهارده انا بعتبره دبابه بشريه، الراجل ما شاء الله اولا عنده سلام وتسليم هايل، عنده دريبل كويس جدا، بيصوب، عنده كرة عاليه مميز فيها، السوليه ما شاء الله كمان برضو يمكن السوليه عنده حته الـ نفس الموضوع، ودي يعني صعب تلاقيها في اثنين ديفند او اثنين بيلعبوا في نص الملعب، ده بيبقى عايز عندك واحد شويه دفاعي شويه وواحد بيكمل هجوم، لكن السوليه الفتره الاخيره طور، ودي اتطورت فيه جدا برضو، ان السوليه كان الاول هو الحته الدفاعيه شويه كان بيهتم بيها، لكن السوليه دلوقتي باللي بيكمل وبيجيب اهداف بدماغه وبيجيب تصويبات من بره ال 18 ودي وده سلاح لازم يستغل في الماتشات الكبيره زي كده، لان برضو فرقه الوداد اعتقد يعني فرقه دايما المغرب بتبقى منظمه، فممكن ما نقدرش يبقى في اختراق كبير جدا، فالتصويب من خارج ال 18 ده حل من ضمن الحلول. والحمد لله يمكن عندنا ميزه في عمرو وفي اليو وفي افشه، عندنا ناس بتصوب من مسافات، فاعتقد ان شاء الله ده برضو سلاح في ايدينا ان شاء الله ونستغله بشكل كويس. لو انت متواجد دلوقتي كمدرب للشناوي،
خلال الثلاث ايام او اربع ايام الجايه دي هتشتغل معاه ازاي من ناحيه يعني هتقول له ايه؟ يعني سيبك من الحاجات التدريبيه والحاجات ديت، لكن قبل التدريب تقول له ايه؟ بعد التدريب هتشتغل معاه ازاي؟ طبعا هو الاعداد النفسي للحارس مهم جدا بالذات قبل المباريات الكبيره دي، لكن وجود الشناوي وتمرسه على الحاجات دي بيسهل على المدرب حراس المرمى الموضوع شويه، خاصه ان احنا انا واجهت الكلام ده في مباراه الترجي. انت بتحاول الشغل العادي، لان النهارده انت لو ساعات لو انت احدثت للحارس حاجه هو مش متعود عليها دي ممكن تؤدي لاثر عكسي. لكن هو كل مباراه الشناوي بيلعبها زي ما بقول لحضرتك، هو مثلا رقم واحد، فكل مباراه بيلعبها هو لابد يبقى في قمه تركيزه وكل القرارات بتاعته لازم تبقى مظبوطه. لكن مباراه زي كده طبعا هو انا هدوء دايما، هدوء انصحه دايما بالهدوء، القياده من وراء الكلام، كلام مهم جدا في المباريات الكبيره دي، لان ممكن كلمه تمنع هدف، فدي حته مهمه جدا التوجيه والقياده دي. مهمه جماهير فاللعيبه تبقى مسموعه. احنا ساعات فعلا لما كنا بنلعب في الاجواء دي ما بنسمعش حاجه، وعدم وجود الجمهور ده هيفرق معانا اكيد هناك طبعا، يعني بالذات مع فرق شمال افريقيا هم بيعتمدوا على الحته دي، بتساعدهم يمكن 30 40% او 50% كمان، بتديهم قوه، يحطوا طبعا الحكام تحت ضغط الفريق المنافسه. فعدم وجود الجمهور ان شاء الله بالرغم ان احنا متمرسين على الكلام ده، لكن هو الشناوي زي ما بقول لحضرتك يمكن الحاجتين دول انا هركز معاه كتير جدا، هركز معاه على ان انا هبين له كل مظاهر القوه في فرقه الوداد، عشان هو بقى نازل المباراه بالنسبه له اكنه لعب المباراه دي قبل كده، هو لما يبقى عارف بيتحركوا ازاي، بيعملوا الكور الكورنر بتعمل ازاي، الفاولات بتعمل ازاي، شغلهم هل بيعملوا كور في الانفرادات اللي بيحصل فيها، لما بيوصلوا من الاجناب هل بيعمل كره عرضيه، بيعمل كره اللي هي الباك باس لتحت، يبقى ده لازم كل الكلام ده انا لازم احط جوني ان انا ابقى مذاكر له المباراه، لازم فرقه الوداد يبقى هو نازل المباراه عارف هم هم بيعملوا ايه. ده بيساعد الحارس ان هو بقى نازل عنده هدوء، غير لما انا اكون بلعب ضد فرقه انا ما شفتهاش قبل كده، مش عارف بيعملوا ايه، فده بيخليني متوتر شويه. وده زي ما بقول لحضرتك قيمه ان انت النهارده ازاي شركات التحليل والكلام ده بتساعد جدا جدا في ان انت تبقى شايف الفرقه اللي قدامك وتقدر تدي تحط تمرينك بناء على اللي انت شفته، وبالتالي بتبعت الكلام ده للحارس مرمى بتفرجه على الكلام ده، فبيبقى نازل خلاص هو مش محتاج توفيق ربنا وتنفيذ اللي هو مطلوب منه. يا رب يا رب. انت من الكبار اللي زاملت الكبار كمان، فرسالتك للجمهور وللاعبتنا قبل مباراه السبت ان شاء الله مهمه جدا، تقول لهم ايه؟ طبعا انا اقول لهم طبعا يعني الدعم، طبعا كل الدعم، هم الجمهور النادي الاهلي يعني عارف دوره كويس جدا طول عمره، هو اللاعب يمكن مش عايز اقول رقم واحد معانا، يمكن هو داعم، لكن انا عايز ان هم الفتره دي مش عايزين نحط لعيبتنا تحت ضغوط، لا احنا عايزين نشجعهم، عندنا ثقه فيكم ان شاء الله باذن الله، لان هو ده النادي الاهلي دايما هو متعود على الضغوط ومتعود على الكلام ده كده. فاتمنى منهم ان يبقى في دعم، في هدوء، مش حياه او موت، ومش لازم الكلام ده ساعات بيؤدي لنتائج مش كويسه يعني، او بيؤدي لضغط كبير على اللعيب، لا احنا بنتكلم ان احنا عندنا ثقه فيكم الحمد لله، ده وضعكم الطبيعي ان انتوا تاخدوا بطوله افريقيا، لازم الفتره الجايه دي زي ما بقول لحضرتك عايزين نبقى يعني في هدوء شويه، لو حد يعرف الناس اللي هم قرايب اللعيبه والكلام من ده، عايز قبل المباراه بيومين ثلاثه يعملوا ايه؟ يبقى مش عايزين رسائل كتير، مش عايزين نشغلهم بالميديا والرد على رسائل، احنا عايزين نوفر لهم مناخ من الهدوء، خلاص احنا بنتمنى لهم التوفيق وبندعمهم، لكن قبل المباراه اللاعب بيحتاج تركيز، لان انا ممكن كتر ما انا عايز ادعمك وعايز انا ممكن افقدك تركيزك. ممكن المدير الفني والكابتن طبعا هو لازم بالظبط كده، هو جدا بيجتمع باللعيبه واللعيبه الكبار كمان عندها فكره عن الموضوع دوت، يقول لك حتى بيجمعوا كده اللعيبه الكبار، بمعنى اللعيبه بالزبط. كباتن الفرقه بتقول يا جماعه احنا خلال خلاص احنا طالما وصلنا المغرب صح. حتى عايز تطمن على اهلك من خلال رساله مكالمه صغيره، لكن ما نخشش في اجواء التوتر يعني طبعا، لان الكلام ده ممكن يؤدي طبعا لنتيجه عكسيه، او حتى هيشغل دماغ اللعيبه في ان هو هيرد على الناس، لا انا عايز افرغ دماغه خالص ان هو بيركز في المباراه، فنوفر له جو من الهدوء، ونتمنى لهم التوفيق باذن الله، وبعد ما نكسب بقى نبقى نقول اللي احنا عايزينه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. احنا بنشكرك جدا يا كابتن مصطفى، كلمه الضغوط والتركيز كلمتين مهمين قوي، ودول اللي هنبدأ بيهم الفقرة الجاية مع ضيوفنا اللي مشرفنا في البيت الكبير. شكرا أنا اللي بشكركم سعيد بيك ونورتنا في البيت الكبير سي. ودايما يعني بيتك، وإن شاء الله تكون كمان معانا بقى إن شاء الله بعد ما ناخد كأس أفريقيا طبعا إن شاء الله، ونهني بعض، وده نتشرف بانتماء النادي الأهلي. شكرا جزيلا لك كابتن مصطفى. بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم، اتفضل.